متابعينا متابعي موقع مصر مباشر، بنرحب بحضراتكم في لايف جديد من محافظة الشرقية وبالتحديد من مدينة أبو كبير. بنرصد لحضراتكم تفاصيل وقعة أخوة حاولوا ينهوا حياة أخوهم بواسطة حقنة مميتة بعد استيلائهم على أمواله. خلينا نعرف من الحاج مراد اللي إخواته حاولوا ينهوا حياته تفاصيل الوقعة وإيه الأسباب اللي وصلتهم لكده. في البداية عرفنا بنفسك. مراد محمد البدر النادي، ابو كبير شرقيه. ايه اللي حصل يا حاج؟ اللي حصل ان انا راجل اتغربت وسافرت الخليج، اتغربت وسافرت الخليج في تسعينات القرن الماضي، والوالد توفاه الله رحمه الله تعالى عليه سنه 95، وساب لي اخين، واحد كان في الجيش والتاني كان في الثانوي. انا عندي 57 سنه كنت، وشلت المسؤولية بعد الوالد رحمة الله عليه ما توفاه الله. كنت بتشتغل ايه؟ كنت بشتغل في المقاولات في السعودية، كفيلي معروف على مستوى المملكة العربية السعودية، دكتور عبد العزيز بن ترك العطشان، ممكن حد يدخل عليه على النت. انا كنت شغال مقاول هناك، والحمد لله ربنا كرمني، وبعد وفاة الوالد قمت انا بدور الاب، ما حرمتهمش من حاجة خالص، كل الفلوس كنت بحولها عليهم لغاية ان انا عامل لهم توكيلات عامة. اخين وبنت كانت لسه متجوزه جديد قبل وفاه الوالد بما فيش يعني. فتحملت القدر بتاعي ان انا ابوهم، انا عندي ولد وهم ولدين، يبقى اعتبرت ان انا عندي ثلاث اولاد. هم اصغر منك بكام سنه؟ هم اصغر مني، واحد اصغر مني بعشر سنين، اللي هو الصغير ده كان في ثانوي سنه ابويا ما مات، والاخ الثاني كان في الجيش سنه 95 لما الوالد توفى، اللي هو اللي اكبر مني، اللي هو اللي مدير المعرض دلوقتي، معرض النادي للسيارات، لتجارة السيارات، معرض أبو النادي. دي أموالي اتحطت فيه، أموال الغربة كلها بعتها على أخواتي دولا، على أساس إن هم عزوتي وسندي، عزوتي وسندي جم حاولوا إن هم يقتلوني بحقنة مميتة، وأنتوا عندكم صورها أنا بعتها لكم، لو حبيتوا إن أنتوا تنشروها، على أساس إن هم يستولوا على المال ده كله. في البداية إيه اللي حصل بقى؟ في البداية بدأوا معايا المشكلة بعد وفاة الوالدة رحمة الله تعالى عليها، لما توفي بدأوا ان هم عملوا معايا مشكلة كبيرة في المعرض وتهجموا عليا، وجات الأوضاع العرفيين وعملنا قعدات، والقعدة دي حصلت وطبعا محدش خد فيها حقوقه، ومكتوب هنا عند حضرتك في الورق اللي انا مدي لك صورة منه، اللي انا مستلمه من تقرير المحاسب، ان حساب الراجل ده يزيد ولا ينقص، وان هم ما استلموش دفاتر. طبعا الاخ ده رئيس جمعيه شفاء لدعم مستشفى ابو كبير المركزي، حاج وائل النادي صاحب معرض النادي حاليا، اللي هو راجل تاجر. انا بتكلم على مسؤوليتي يا فندم. طب دلوقتي بالنسبه يعني اول ما بدايه المشكله كان ايه اللي حصل؟ بدايه المشكله بعد الوالده ما توفت، هم جم بداوا بخناقه على اساس انهم بعتوا ابن خالي على البيت عشان نفصل في الموضوع. انت علاقتك بيهم قبل كده كانت؟ علاقتي بيهم زي الفل، ولا في اي حاجه في الدنيا. قولي على شرم الشيخ ادوني حقنه والورق مسبك بخط ايدي الاخ الصغير اللي جالي، الاخ اللي بعد منه اللي هو مدير المعرض، مدير معرض ابو النادي، هو وجوز اختي، وادوني حقنه بشرم الشيخ. طب السبب ايه؟ السبب ان هم عايزين يستولوا على اموالي، وان انا ما اعرفش ولادي ولا اعرف حاجه في الدنيا، وانا نمت قعدت اتعالج من الحقنه دي عند الدكتور احمد عكاشه وابنه طارق عكاشه، والكلام ده مثبت في تقارير المستشفى، واستولوا على الاموال كلها واخفى جميع الدفاتر. طب هما كانوا بيدوا لك الحقنه دي يعني بارادتك ولا كان اجباري يعني؟ طبعا انت هتامن اخوك ان هو يقول لك انت اعصابك تعبانه واحنا جايبين لك حقنه، جم ادوني الحقنه دي بشرم الشيخ. انت مامنهم يعني؟ طبعا مامنهم، هامن مين؟ اللي بيقع بيقول اخ لحد شرم الشيخ علشان يدوا لك الحقنه دي. عشان يدوني الحقنه دي. بعد ما ادوني الحقنه دي يعني انا طبعا ما عرفتش الدنيا فين. يعني احكي لنا برضه اليوم ازاي، قالوا لك ايه؟ انت يعني كنت بتعاني من اي مرض او اي حاجه؟ ابدا، عمري ما كان عندي اي امراض، ولا عمري دخلت مستشفى، ولا عمري اتعالجت من حاجه. ازاي اقنعوك بالحقنه دي؟ قالوا لي ان انا اعصابي تعبانه عشان انا عامل مشكله مع حد من عندنا من البلد في شرم الشيخ، وهم جم جاري قالوا لا ده اعصابك تعبانه وهندي لك الحقنه دي وبتاع. وكان طبعا امنت اخويا الحقنه طبعا بواسطه التشخيص مثلا طبيب او حاجه ولا لا؟ اخويا كاتبها في المذكرات اللي انت ممكن تنشر صوره منها بخط ايده، ان انا بفكر في كذا وبفكر في كذا، والكلام ده عمره ما حصل. كاتب في المذكرات بتاعته بخط ايده اللي انا مدي لحضرتك صوره منها، انا بعتها لك، بعت لك صوره منها. دول الطبيب مثلا علشان كده شخص لا ما فهمش حد طبيب،
هو زي ما كاتب عندك قاعد يبحث على النت ويكلم الدكاترة ويتصل بالكلام ده عشان يجيب لي حاجة اسمها مضادة للعدوانية. أنا الراجل عدواني ولا عمري أزيد حد. هتقولي حد أنا أزيته؟ كل ده بسبب إيه؟ كل ده بسبب المال، بسبب المال اللي هم أساسا ما لهمش فيه. وأنا قلت دول إخواتي حاسبهم يروحوا فين بعد الولد ما توفى؟ واحد هيخرج من الجيش يعمل إيه؟ عملت لهم كل حاجة في الدنيا. كنت بمثابة أب ليه؟ بمثابة أب بالظبط. الأب ده حاولوا إن هم يقتلوه ويخلصوا منه، كل ده عشان انت طلبته، ويبهدلوا ولادي ويبهدلوا الدنيا دي كلها، وهم اللي طلبوا الفصال كمان مش انا اللي طلبت الفصال. انا كنت معتبر ان دول اولادي وعامل لهم توكيلات عامه. معنى ايه انك انت تعمل توكيلات عامه لاخواتك؟ يعني ان مفيش امان اكتر من كده. الامان ده دلوقتي لما كنت شغال في الخليج كنت بتبعت الفلوس لمين؟ الفلوس كلها كنت ببعتها لاخواتي الاثنين، لوائل واحمد. انت كنت متزوج يعني في الوقت؟ ايوه طبعا كنت متزوج، ببعت لبيت المصاريف وببعت لهم هم الفلوس الكبيره عشان يتاجروا وعشان يشتغلوا وعشان يكبروا والكلام ده كله. طب ليه ما كنت بتبعت لمراتك مثلا الفلوس وكده، رغم يعني هي شريكه حياتك مثلا وكده؟ ما هي شريكه حياتي، هي بالنسبه لهم اخت في البيت، وانا سايبها بتغسل وبتمسح وبتكنس ايام الغسالات وايام الكلام ده كله، وسايبها عندهم هنا في البيت. انا ببعت لها مصاريفها هي بس، وهم ببعت لهم الفلوس الكبيره عشان يتاجروا ويكبروا ويبقى احسن الناس هو بيك، لغايه لما بقوا احسن الناس ابو جبيك. طب الحاجات اللي كانوا بيشتروها باساميهم واخفوا جميع الاوراق اللي ربنا خلقها يا فندم، في تجاره من غير دفاتر؟ مفيش تجاره من غير دفاتر. المحاسب ثابت في التقرير اللي فيه منه صوره في المحكمه، وانا اديتك صوره منه انه تم انه مفيش دفاتر موجوده. طب طلع الدفاتر دي وحاسبني. طب من تقرير محاسب لتقرير محاسب، والورق اللي الاستاذ ياسر ابو نمر عامله، في فرق حوالي 2 مليون جنيه في القعده القديمه. ده غير الكشف اللي انا قدمته عند الحاج عصام الصاد اللي هو كبير البلد وسال الشهود، لانه مكتوب في تقرير المحاسب من حقي لو ظهر لي اي حاجه ان انا اتحاسب عليها. والحاج عصام الصاد اللي هو كبير البلد سال الشهود، ما حدش جاب لنا حقنا فيه، ودي ملايين كمان غير ال 2 مليون جنيه الفرق بين تقرير المحاسب وتقرير المحاسب، مش عارف اخدهم ولا حد قادر عليه في البلد. ده راجل ولاده ظباط الاثنين دلوقتي بفلوسي. يعني كان هيجيب منين؟ بيصرف على ولاد اخوك كمان. هو بيصرف عليهم منين؟ لو انا ما اديتكش راس المال عشان تشتغل كنت هجيب منين وانت في الجيش؟ اثبت لي ان انت بعت ايه بعد الوالد ما توفى، ولا انت ورثت ايه؟ ما عندكش حاجه ورثتها. لا قرات ارض اتباع، ولا في عماره اتباعت، ولا في حته ارض كانت فضه اتباعت، ولا في حاجه خالص من بعد الوالد. الوالد ساب لنا الستر. توفاه الله وهو بيقرا في الانعام. ده كان ستر الوالد، وانا توليت المسؤوليه من بعده. تبقى دي جزاتي؟ جزاتي ان انا في اخر عمري اترمي في الشارع؟ جازات ان انا اتبهدل وحقي يتاكل ويتهجموا عليا؟ الاخوات يضربوا اخوهم الكبير ويتهجموا عليه عشان ايه؟ عشان فلوس؟ دلوقتي مثلا نرجع للحقنه بقى. ايوه يا فندم. الحقنه ديت اول ما جم اقنعوك بيها قالوا لك ايه بقى؟ قالوا ان انت اعصابك تعبانه والدكتور كتب لك الحقنه دي، فهندلك عشان تريح اعصابك. انت وثقت فيهم يعني؟ طبعا هثق في مين غير اكتر من اخوك؟ ابن امك وابوك. اعراض الحقنه ديت ظهرت طبعا، نايمتني وبقت مميته، ظهرت بعد منها بثلاث اربع ايام. انا لا كنت قادر اقوم ولا كنت قادر اقعد. هم استولوا على كل حاجه في الدنيا، ومثبت في تقرير المحاسب انه اخفى الدفاتر، مع العلم ان احنا معانا شركة في دفاتر بتتخفي من الشركه، شركه عمرها 20 سنه. تحكي لنا ايه الاعراض اللي ظهرت عليك اول ما خدت الحقنه؟ خلاص بقى ما بقتش قادر لا اقعد ولا اتحرك ولا اروح ولا اجي. جم خدوني من شرم الشيخ جثه هامده، اترميت في بيتي على السرير سنين طويله وانا بتعالج. من اول حقنه خدتها؟ طبعا من اول حقنه خدتها، وهو كاتبها هنا، حقنه بخط ايده مضاد للعدوانيه. يعني خلي الجمل ينام مكانه، الطور الهايج ينام مكانه. وهو مش دكتور، ده هو كاتبها بخط ايده، والشاء السميل عليه ان انا الاقي المذكرات دي بخط ايده. الحقنه ديت انك تاخدها وكده؟ كانوا بييجوا يديها لي في البيت كل شهر، يجوا يدوني حقنه، يدوني حقنه لغايه لما خلصوا عليا، لغايه لما ربنا نجاني عن طريق الدكتور احمد عكاشه والدكتور طارق عكاشه. يعني وشفتهم في التلفزيون ورحت لهم عشان اتعالج عندهم. انت قلت لنا ان انت اول ما يعني عرفت ان هم ادوا لك حقنه ديت كانت تعتبر زي سم مميت. طبعا سم مميت. عرفت امتى بقى؟ عرفت لما رحت للدكتور ولما لقيت النوته اللي فيها خط ايده. النوته اللي فيها خط ايد الاخ الاصغر اللي هو سكرتير جمعيه شفاء كمان الخيريه، لا حول ولا قوه الا بالله. اللي هو سكرتير الجمعيه الخيريه كاتب بخط ايده. طب ايه حكايه القهوه اللي انت كنت بتقول على فيها عقار برضه؟ القهوه دي قالوا ان انا عامل مشكله في البيت وبتهجم على الست الوالده رحمه الله عليها، اللي هي كانت نور عينيا من جوه، اللي عملت كل حاجه في الدنيا عشان خاطرها هي وابويا، عملتها مع اخواتي في معرض سيارات الحاج محمود البعبول بتاع ابو كبير، لسه حي ويرزق.
قالوا ده اعصابه تعبانه وعامل مشكله في البيت ومعرفش ايه والكلام ده كله، والراجل حي ويرزق لغايه دلوقتي. وقال قدام الناس رايح عنده هناك كذا، رايح عنده انا وابن خالي، رايح مع ابن خالي عنده عند الحاج محمود البعبول اللي هو صاحب معرض العربيات الشهير في ابو كبير. راحوا حاطين لي دواء في القهوه، لو انا كملت القهوه دي عند الراجل كنت مت في معرضه. مين اللي حط لك؟ اخواتي بعتوا له الدواء عن طريق ابن خالي اللي هو اللي معايا، صاحبي ابن خالي ده صاحبي، ونسيب اخويا واخد اخته. هم راحوا اقنعوا الراجل ان يحط لك دواء في القهوه عشان يقدمها لك يعني. عشان يقدمها لي، وخدت القهوه دي من هنا، راحوا جايين متهجمين عليا تاني في البيت مديني حقنه. بس انت كنت ساعتها عرفت ان هو الحقنه دي غلط عليك؟ طبعا الحقنه دي غلط، انا بتعالج عند الدكتور طارق عكاشه وبدات استرد صحتي تاني والحمد لله بعد سنين بهدله ومرض وتعب ومش قادر اقوم. ده كله عشان يستولوا على الفلوس وانا ما اعرفش حاجه، عشان يغيبوا الذاكره. ما هو كاتب عندك هنا في الورق ان الحقنه دي بتعمل ايه والذاكره والكلام ده كله، وان انا اتوه عن مالي واتوه عن ولادي وما اعرفش حاجه في الدنيا. وفي الاخر جالي المرض وجالي البهدله منهم. تاكل حق ليه وتتدرب جمعيه خيريه؟ رئيس جمعيه شفاء الخيريه. بالنسبه دلوقتي لما عرفت ان الحقنه ديت يعني لها تاثير ضرر عليك وكده، جم ادوا لك الحقنه دي تاني، احكي لنا ايه اللي حصل بقى. ما هم لما جم ادوني الحقنه دي تاني، طبعا انا روحت للدكتور احمد عكاشه بعد ما انت خدت القهوه، بعد ما انت شربت القهوه، بعد ما انا شربت فنجان القهوه اتهجموا عليا في البيت عشان يدوني حقنه. احكي لنا بقى اللي حصل. جه محمد ابو عبد المصطفى ابن خالي اللي هو اللي كان معايا واللي حط لي السم في القهوه. يعني اذكر لنا بس بلاش ذكر اسماء. نعم بلاش ذكر اسماء، اتفضل. الحقنه دي يا فندم لما باخدها، اللي جالي واحنا قاعدين في المعرض ادوني فنجان القهوه، انا ما قدرتش اكمل فنجان القهوه، حسيت خلاص ان انا بقع، ان انا مش قادر اقوم من مكاني. لما روحت عندنا البيت طالع السلم بالعافيه ومعايا ابن خالي، طبعا بدات ان انا افقد وعي، ما كنت بصحتي، راحوا متهجمين عليا ومديني حقنه تاني. ابني ما كانش موجود، كان موجود في القاهره. جه تاني يوم قال لهم اللي يجي ناحيه ابويا هو حر، وخدوني ودوني للدكتور طارق عكاشه تاني، قال اللي هيديله حقنه هدخله السجن. وده كان سبب ان انا ما عرفتش حاجه عن الدنيا في الغيبوبه دي كلها. قعدت سنين وانا بتعالج من الحقنه دي بسبب انهم عايزين يستولوا على اموالي، وفعلا استولوا عليها واخفى جميع الدفاتر. حكايه الذهب بقى، حكايه الذهب ده خدوا مني الذهب بتاع الوالده بعد ما توفت رحمه الله عليها، دي كان اخر حاجه. قالوا لي احنا هنتبرع لجمعيه شفاء، ايه رايك؟ ده بتاع مين؟ الذهب ده انا اللي بعته من الخليج لوالدتي. هديه؟ لا. ايوه طبعا هديه. لا فبعد ما توفت قالوا ايه رايك ما نتبرع ونجيب حضانتين في المستشفى لجمعيه شفاء. قلت انا ما عنديش مشكله، لو عايزين تحطوا فلوس كمان لروح والدتي خدوا. بعد لما حصلت المشكله، بعد ما اخذوا الذهب وبعد وفاه الوالده، رحت اسال في المستشفى الدكتور عبد المنعم شوالي بالاسم، قال لي ما فيش الا حضانه واحده هي اللي دخلت هنا. طب الحضانه الثانيه فين؟ مش موجوده. وعادي خالص، راحت الحضانه وراحت فلوس الذهب كلها، مع انها كانت موصيه بالذهب ده لحاجات ثانيه. قلت لا، طالما عايزينه لوالدتي خلاص خدوه. اخدوه ما جابوش الا حضانه واحده مثبته في المستشفى بتاريخ 17/1 سنه 2017. حضانه. تمام. طب انت طلباتك ايه يا حاج؟ انا طلباتي ان انا عايزه يقعد يتحاسب بما يرضي الله، طلع الدفاتر بتاعه الشركه. طب انا راجل جبت شهود ولفيت على الاوضه العرفيين بتوع البلد كله، من الحاج حسين ابو عبد اللطيف للحاج عصام الصادي للحاج علاء الصادي، جميع اوضات وكبار ابو والكبار بتوع ابو كبير، ما قدروش عليه، ما حدش قادر عليه، مش عايز يقعد يتربط للقعده، مع ان المحاسب كاتب في التقرير بتاعه ان انا من حقي لو ظهر لي اي حاجه اتحاسب عليها. طب انا ظاهر لي ملايين مش عايز يجيبها ليه؟ هو فقير؟ ده صاحب معرض سيارات النادي اللي بيدي الجمهوريه كلها، وعندهم الصفحه بتاعتهم موجوده على الانترنت. تاكل مال اخوك. ايوه يا فندم، اخواتي وجوز اختي وابني مرمي بره في الخليج في بلاد خلق الله ربنا اعلم بيه، ابني الوحيد اللي هو ده ماله؟ ازاي انت راجل رئيس جمعيه شفاء الخيريه تبع الدوله وتعمل الكلام ده؟ ازاي يعني؟ يعني طلباتك؟ طلباتي عايز حق يا فندم، عايز حق من معرض سيارات النادي اللي هو اساسه معرضي، وانا اللي اديتهم فلوس عشان يشتغلوا ويتاجروا في كل حاجه في الدنيا. ايه الميزانيه بقى؟ يعني المال ده كله بتاعك انت؟ فرق من تقرير المحاسب لتقرير المحاسب الاستاذ ياسر ابو نمر للدكتور محمد النجار المحاسب، الفرق بينهم 2 مليون جنيه. ده غير الكشف اللي انا قدمته اللي موجوده صوره منه عند الحاج عصام الصادي، كمان فيه ملايين، حوالي 6-7 مليون جنيه مش عارف اخدهم منه.
وهو راجل مش فقير وهو عنده 2 ضباط. انا مش قده، انا بناشد الرئيس، بناشد محافظ الشرقيه اللي انا قاعد عنده، بناشد حقوق الانسان، بناشد الناس كلها. غتوني، ده خرب بيتي، خربوا بيتي باسم جمعيه شفاء ورئيس جمعيه شفاء يا فندم. متابعينا متابعي موقع مصر مباشر، زي ما حضراتكم شفتوا تابعتوا معنا تفاصيل وقع التعدي اخوة على اخوهم وانهاء حياته واستيلائهم على امواله. كنت معكم محمود عزيز، شكرا لكم على المتابعة والى اللقاء.